تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے روا تجری تقوى يغني نشيرت رفيعت ينقلب ليس حشيرت يعلم سطحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون جئنا يأمرون هج تا جيم زبر تج را يا زري تجري تا قاف زبر تق واو خڑا زبر وا تقوا يا غين بيش يغ نون يا زني يغني نون بيش نو شين زيرشي نوشي را تا زبرت نشيرت را بيشرو فا زيرفي رفي عين تا زبر عد رفي عد يا نون زبر ين قاف زبر قا ين قا لام زيلي ين قلي با بيشبو ين قليبو لام يا زبر لي سين زبر سا ليس حا بيش حو شين زير شي حشي را تا زبرت حشيرت يا عين زبر يع لام زبر لا يعلى ميم بيش مو يعلم سين بيش سو طا زير طي سطي حا تا زبر حت سطي حت يا بيش يو واو سين زبر وس يوس واو زير وي يوس وي سين بيسو يوس ويسو يا سين بيش يس قاف واو زبر قو يس قو نون زبرنا يس قونا واو زبر و همزة لام زبر ال وال قاف تا زبر قد وال قد همزة زبر ا فا زبر فا افا لام الف زبر لا افلا يا عين زبر يع افلا يع لام زبر لا افلا يعلى ميم بيشمو افلا يعلم همزة زير اي ذا الالف زبر ذا اذا با عين بيش بع اذا بع ثا زير في اذا بعث را زبر اذا بعثر فا زبر فا همزة لام زبر ال فأل ها زبر ها فأل ها ميم زبر ما فأل هما ها ألف زبر ها فأل هما ها فا بيش فو جيم واو بيش جو فجو را زبر را فجورا ها ألف زبر ها فجورا ها واو زبر و تا قاف زبر تق وتق واو خڑا زبر وا وتقوا ها ألف زبر ها وتقوا ها فألقمها فجورها وتقوا ها همزة زبر أ لاميم زبر لم ألم نون شين زبر نش ألم نش راح زبر رح ألم نشرح لام زبر لا كاف زبر كا لك صاد دال زبر صد لك صد را زبر را لك صدر كاف زبر كا لك صدرك
ألم نشرح لك صدرك. ها لام زبر هل همزة زبر أ هل أ تا خرا زبر تا هل أتا كاف زبر كا هل أتا كا فا زبر فا لام زبر لا فلا حامي بيشهم فلهم همزة جين زبر أج فلهم أج رادو بيش رن فلهم أجر غين يا زبر غي را بيش رو غير ميم ميم زبر مم غير مم نون واو بيش نو غير مم نو نون دو زرن غير مم نون فلهم أجر غير مم نون همزة قاف زير إق را همزة زبر را إقرأ يا همزة بيش يو تا واو بيش تو يو تو نون زبرنا يو تونا جيم همزة زير جي نون أليف زبرنا جينا يا همزة زبر يا ميم بيش مو يا مو را واو بيش رو يأمرو نون زبرنا يأمرونا.